السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الكابتن سيد عبد الحفيظ أزعج الجميع ظهوره وما اتكلمش في أي حاجة وما جابش سيرة النادي المنافس، كل كلامه عن النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. الواد ده في شيء لله، تعبتهم ورجعت لهم الذكريات الأليمة، ذكريات سيد عبد الحفيظ حشوم من فوق إلى موته. ده الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي مجرد ظهوره بيتعب الأعصاب. الخضري وشادي عيسى وغيرهم وغيرهم وجمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا ازعاج شديد من هذه الحلقه. احمد الخضري بيتكلم، قال لك سيد عبد الحفيظ من خلال البرنامج اللي ظهر فيه قال لك امام عاشور في حاجه لله علشان انضم للاهلي، وانا فرحان بتالقه وننتظر منه الكثير. وايه كمان، وطلع لسانه كده بيموشن يعني احمد الخضري التعبان. شادي يقول لك ياخد كلام سيد عبد على ايه، كلام ياخده باي اعتبار او يديله اهميه يبقى ما عندوش فكر يعني. واضح التعب، واضح التعب. خالد الغندور بقى يتكلم عن كهربا، وكهربا زي ما قلت هو بطل الحمله الانتخابيه لاي مرشح في انتخابات نادي الزمالك. اللي عايز يتقرب من الجمهور يتكلم عن كهربا، وكهربا ان شاء الله حتى نهايه هذا النور يعني من هنا لاخر السنه كمان حد اللي هينجح، اللي هينجحه يبقى في شهر اكتوبر او شهر نوفمبر، ممكن مع يناير القادم كمان الاخ كهربا يشارك عادي ومش هيدفع لكم حاجه. لكن كل بيتكلم كهربا واحنا رافضين، واحنا زي ما قلت داخل عليهم قصه بوطيب وباتشيك وممكن يخشون في 3 مليون دولار. هجيب فلوس منين يا تينك؟ لا انا اموت من الجوع ولا مد ايدي، الحره مش عارف تعمل ايه ولا تاكل بيه يا راجل. يا طيب يا حره، طب روح يا حره. بالنسبه لخالد غنزير بقول لحضراتكم، بقول لك المعلومه اللي عندي ان كهربا اخر مهله ليه يوم 7 اكتوبر اللي جاي، يا اما هيتوقف 6 شهور والزمالك رافض يقصد. انسى يا عمرو، بطلوا يا خالد، بطلوا الكلام ده يا خالد. يعني مقولة انسى يا عمرو دي بنقولها لما يكون واحد بيقول انسى يا عمرو، واحد ما بيقول حاجة عشان ينساها، انسى يا عمرو. بالنسبة لسيف عابد، النادي الأهلي بيخطف لاعب جديد من نادي الزمالك، العم اسمه ايه؟ حسين لبيب، اللي في كل شوية يحسسك ان هو رئيس نادي بجد، يعني مجرد جه رئيس لجنة كام شهر ومشي 6 شهور وبتاع، زي لا ورثنا لميس الحديد ما طلعهاش في دماغي بقى عشان اخد لحسن اخد لاعب بجد من النادي. تاخد مين يا عم؟ النادي الاهلي بيتعاقد مع نجم نادي الزمالك لكره الطائره. وقع سيف عابد لاعب بنادي الزمالك السابق على عقود انتقاله الى النادي الاهلي لمده 4 سنوات، والنادي الاهلي قام بقيده في الاتحاد المصري لكره الطائره، وخلال ساعات هيتم الاعلان عن هذه الصفقه. الاهلي بياخد اللي هو عايزه من اي مكان من اي نادي، لان النادي الاهلي هو زي ما بيقولوا كده مطمع لاي لاعب، اي لاعب نفسه يبقى موجود في النادي الاهلي، مش بس فلوس، لا اسم وشهره وسي في وبطولات ونظام، دنيا ثانيه وعالم ثاني. هننتظر لغدا علشان تظهر الاشعه الخاصه باللاعب رضا سليم اللي كان ما لعبش مباراه سان جورج السابقه بسبب الايقاف، وكان النهارده يعني ادى تدريبات النادي الاهلي لكن شعر بعض الالام في العضله والركبه في مران الاهلي، وخلال الساعات القليله هيتم تحديد موقفه من المشاركه في مباراه سان جورج. كان تعرض لكدمه زي ما قلت لحضراتكم في الركبه، وفضل مارسيل كولر راحته وخضوعه لجلسات استشفائيه في حاله من الاطمئنان من جانب الجهاز الفني والطبي لحاله اللاعب. ان شاء الله خير باذن رب العالمين. حركة أحمد علاء برضه مولعة في الزملكاوية والإعلام الزملكاوي، والإعلام بصفة عامة بيظهروا في الحيادية أول ما تلاقي حاجة لها علاقة بالنادي الأهلي يقول لك لا. الزمالك يقعد سنتين يشتم القناة، وكل حد يطلع يقول من هب ودب على القناة يشتم النادي الأهلي، أول ما النادي الأهلي يقول لك ما يصحش التراشق وما ينفعش، روح لمجلس الأعلى الإعلام يقول لك لا هنوقف القناتين. يا أخوانا واحد بقاله سنتين واحد بيقول ما فيش 10 دقايق عيب، لما اقول 10 دقايق عيب، واحد بقاله سنتين عمال يشم التراشق ونوقف. نفس القصه، اللاعبين المنتمين لكل الانديه بيعملوا شعار نادي الزمالك، المنتمين لنادي الزمالك بيلعبوا في الانديه المختلفه بيعملوا شعار. قلت خالد القمر وقلت اسلام جمال وغيرهم، يعني احمد علاء عمل كده الدنيا قامت عليه وما عادتش يعني. فخالد غندور في البرنامج الاذاعي وخلاص بسبب قناه الزمالك في التوقيت الحالي يعني
وربما يعود لها مع انتخابات نادي الزمالك القادمه، او ان ينجح بقى ويقرر ويبقى موجود او مش موجود. لكن هو حاليا موجود بيقدم في الاذاعه برنامج خاص بيه على قناه اون تايم اف ام مع الشركه المتحده، وبيقدم برنامج ثاني في نفس الاذاعه مع زوجته، بيقدم برنامج لوحده وبيقدم برنامج مع زوجته. فاحد المتصلين كلمه قال له يعني انتوا دلوقتي عم تتكلم خالد غندور كابتن خالد عن اسلام جماعه عن احمد علاء والنسر وما يصحش وعيب، وعمالين تتكلموا رغم ان اللاعب اعتذر. كان في اسلام جمال لاعب نادي طلاع الجيش ولاعب الزمالك السابق عملها بعد ما سجل هدف في النادي الاهلي وما حدش اتكلم. خالد غندور يرد يقول عليه تجيب لي موقف من سنتين ثلاثه. هو معنى ان الموقف من سنتين ثلاثه انه خلاص ما ينفعش حد يتكلم فيه؟ ده عادي يعني؟ مر عليه الزمن سقط بالتقادم، مر عليه الزمن يبقى يجوز يعني ما حدش يتكلم فيه؟ لا، الكلام هنا اشمعنى انت ما اتكلمتش عن الموقف ده؟ لا ده انتوا اشدتوا باللعيب يا راجل. بيقول لك لا المفروض يحترم النادي اللي بيلعب فيه. طب واحمد عيد اللي كان بيغني اغنيه نادي الزمالك وهو بيسخن مع نادي انبي، ها كلكم انتوا ولاد ده روحوا مش عارف ايه وعلى قد بيغني واحمد عيد، وفي الاخر احمد عيد ده بومبا وراح النادي المصري. اي حاجه يا عم، انت بتكلمني عن سنتين ثلاثه وقع وحصل ولا لا؟ نفس الموقف ولا لا يا استاذ خالد؟ يعني بالنسبة للأخبار الخاصة بالكاف، وزير الشباب والرياضة لازم يحاسب الدكتور أشرف صبحي على تضليل اسمه تضليل، اللي قاله بالأمس ده تضليل يعني. النهاردة تم الإعلان عن تنظيم المغرب لبطولة أمم أفريقيا 2025. كوت ديفوار هتكون 23 اللي هتبدأ في يناير، المغرب 25 27. الكاف اختار ملف تنظيم مشترك لتنزانيا وكينيا وأوغندا لاستضافة البطولة عام 2027. وعشرين، وباتريس موسيبي رئيس الكاف قال ان مصر لم تتقدم باي اوراق لترشحها لاستضافه النسخه الخاصه ب 2027 او 2025. 2025 لجع بصراحه، فوزي لجع عمل شغل عالي قوي يعني. اتكلم نيجيريا انسحبت، وكان الجزائر كده كده كانت انسحبت، كانت نيجيريا وزامبيا اعتقد برضه انسحبوا. فالملف الوحيد هو ملف المغرب، فبالتالي كل التصويت هو للملف الوحيد يعني 2027. الوزير امبارح في لقاء مع الرئيس والناس في ملتقى مش عارف ايه، قال لك وزير الشباب والرياضه قال لك احنا بنسعى نقدم ملف استضافه بطوله كاس امم افريقيا 2027. كان ثاني يوم سحب الملفات، لا تقدمنا ولا عملنا. بتضحك على مين يا دكتور اشرف صبحي؟ انت مع احترامي ليك انت اقل وزير مسك هذه الوزاره، انت وزير لازم تحاسب على ضياع بطولات كثيره من مصر سواء على المستوى المحلي بالنسبه للنادي الاهلي وعدم استضافه نسخة دوري الأبطال هنا وعدم التقدم بملف اللي تم استضافتها في المغرب والوداد كسب، أو حتى عدم تنظيم 2027 أمم أفريقيا. يعني إحنا شاطرين بس في الكلام، وصل إحنا عندنا بنية تحتية حلوة وإحنا مش عارف إيه. يا راجل بقى ما ينفعش الكلام الفارغ ده يعني. بالنسبة للنادي الأهلي هيصرف خلال الفترة المقبلة مستحقات بعض اللعيبة الخاصة بمقدمات التعاقد للموسم الجديد. نادي الزمالك سامسون كونيولا، عبد الواحد السيد مدير الكره بيقول لك تم التواصل مع سامسون كونيولا عن طريق وكيل ومحاميه، واللاعب اساسا راه خارج، هو بيقول اللاعب اساسا خارج حسابات اسوريو يعني، ودي امور فنيه خاصه بالمدير الفني يعني، قاعد وبيقبض وتمام تمام وبيهددهم بالفيفا وكمان ما بيلعبش والمدير الفني مش عاوز يلعب. محمد ضماطع عضو مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم عن المنافسه، قال لك المنافسه في الحياه بشكل عام عامله زي سباق ال 100 متر، هتركز في الحاره بتاعتك هتوصل اسرع والناس هتقدرك، هتطلع بره الحاره بتاعتك علشان توقف اللي بينافسك، لا هتكسب السباق ولا هتكسب احترام حد. ده ناس كتير بتطلع على الشاشات وبتعمل دعايه احنا ميكهراوي مش عارف، ولا هيكسب احترام حد ولا حتى نفسه. زي ما قلت لحضراتكم عبد الله جورج من اكثر الاسماء اللي حيرتني في حياتي، قلت هو انسحب بالامس وطلع بيان انسحاب، وحسين لبيب اثنى على هذا وقلت ان انسحابه هذا يعني انه هيتم توفير ليه منصب في المجلس الجديد في حاله فوز حسين لبيب اللي بيدعمه يعني. وطلعت انباء من داخل نادي الزمالك مصدر انه بالفعل بيتم التحضير لمنصب لعبد الله جورج. عبد الواحد السيد مدير الكوره بنادي الزمالك بيقول لك الزمالك بيشعر بالمظلوميه، جمهور الزمالك حاسس انه مظلوم لان ما فيش اساسا عدل، لا في اساس في العدل في الامكانيات ولا توزيع الرعاه ولا حاجه كتير جدا. لازم جماهير النادي الناس تراعي جمهور النادي. تاني رجعنا لنغمة الرعاية والرعاة، الرعاية والرعاة، الشغل يا حبيبي. العروسة الحلوة 100,000 واحد بيروح لها، لكن عروسة النكدية السبابة الشتامة اللي دم أمها تقيل ما حدش بيروح لها مهما كانت جميلة
مدرسة الفن والهندسة في النهاية. شكرا على حسن. وبعدين ما حدش بيطلب بحد يرعاه، الرعاه هي اللي بتسعى له زي ما بقول لحضراتكم، مش انا اللي اقول انا مش هسافر، انا طبيب اهبل، انا استحق الرعايه، انا مش بالكلام. على ارض الواقع اسمك بطولاتك جماهيريتك هي اللي بتفرض نفسها وبتجبر الاخرين انها تجيبك، لانه هيستفيد، مش اكراه ولا عافيه ولا فرده، لا، لانه هيستفيد وهيكسب من وراك. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.